كان فاضل حمزة من ناحية العباسية محافظة النجف الأشرف. العيشة صعبة، السوق غالي، متوجه علينا رمضان المواد الغذائية والمسواك كله غالي، والدولة ما وفرت لي لا رعاية لا أي راتب بالدولة ما عندي، ومعين ماكو بس الله سبحانه وتعالى والناس الخيرة تساعدني، اللي يجيب المسواق واللي يجيب لي هالقاسم الله، ولا رعاية مع ما عندي، كل شيء ما عندي، وقاعد لبيت يعني متهاول للسقوط، واقع يعني منتهي ما أقول كله دائرة مدائرة، وعاني من انزلاقات بظهري بالعنقيات والأسفل الظهر، وراجع الدكاترة هواية ورادوا من عندي عملية، والعملية نجاحها 30% ومصرفها هواية بالخاص تعبر 15-16 مليون، بالعام تعبر 25 ورقة، وهاي الظروف يعني جاي يشوفوها انتم تعبانة كلش، حالتي تعبانة يعني ما شردة أقول يعني ما أدري، هذا الفراش اللي قاعد عليه يشهد الله بالدين، هاي المجمد اللي وراك بالدين، فأمور تعبانة كلش. أكو ناس تتهيئ رمضان تسوق رمضان تهيئ أمورها رمضان، أنا لا، أنا بالعكس ما عندي، ما تهيئ رمضان، ما متهيئ رمضان، لأن شنو ما عندي، أنا عائلتي تكون من 3 نفرات ما عندي، يعني أنا هسه من قبل عيد رمضان حاير، حاير بفطورهم، حاير بسحورهم، حاير بمصرفي، يعني هسه جاي شوفه أنت هذا الفراش اللي قاعد عليه بالدين.